في اليمن أيضا نظمت المئات من النساء اليمنيات وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة بصنعاء. الوقفة التي دعا إليها الحوثيون طالبت بالوقف الفوري للحرب في اليمن والاقتتال الداخلي بين أبنائه، كما حملت شعارات عدة تعبر عن حجم المعاناة الإنسانية لليمنيين وخاصة النساء والأطفال في ظل استمرار الحصار المفروض على البلاد منذ أشهر. اليوم الأطفال والأمهات يوصلون رسالة إلى الأمم المتحدة بأن الأطفال والنساء هم أكثر الفئة التي تعاني من الحروب الداخلية في اليمن، سواء الداخلية أو الخارجية.